ولأن القطاع الصحي في بلادهم متدهور أجبرتهم حالاتهم المرضية لبيع ما يملكون من أجل السفر إلى دول فيها الطب أكثر تقدما. سافروا في قلوبهم أمل في العودة سالمين أو على الأقل بألم أخف وطأة على أجسادهم. شهور من الاغتراب والتنقل في غرف المستشفيات حتى إذا ما انتهت فترة علاجهم فاجأهم وباء كورونا بقطع الطريق بينهم وبين العودة إلى بلدانهم. ليعيشوا أياما وأسابيع وشهورا أخرى في المهجر، قلوبهم ممتلئة بالشوق إلى بلادهم وديارهم وأهاليهم، وجيوبهم فارغة بعد أن أنفقوا كل ما فيها على العلاج. رفعوا أصواتهم وطرقوا أبواب سفاراتهم عل وعسى يجيب من فيها لإلقاء نظرة على معاناتهم وإيجاد حل من أجلهم والتخفيف من معاناتهم، أو على الأقل العمل على إجلائهم وإعادتهم إلى ديارهم، لكن بلا فائدة. عن معاناة اليمنيين العالقين في دول الخارج وما دور الجهات المعنية في التخفيف من معاناتهم سيكون موضوع هذه الحلقة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات من بعض العالقين. العالقين الموجودين في السودان أغلبيتهم الآن في أسر وأمراض وأطفال، كلهم يعانون معاناة كبيرة ويجب الالتفاف يعني النظر اليهم والى حالاتهم. تم ضم او جدوله او صدر مؤخرا قرار مصر والاردن والهند بترحيل اليمنيين الرعايه العالقين هناك، والسودان لم يضم ولم تدخل في ضمن القائمه هذه. نحن هنا طلاب يريدون العوده الى اوطانهم، وعالقين جاءوا بهدف العلاج، واخرين جاءوا بهدف الذهاب إلى دول أخرى ترانزيت وغير ذلك. قدمنا على تذاكر للمنحكين اليمنية لتذاكر عودة للوطن، ولكن لم نجد أذن صاغية لذلك، ولم يعطونا تذاكر سفر للعودة اليمن بسبب أنهم قالوا أن الحكومة اليمنية لم تعطي تذاكر سفر للخريجين. أما العلم أن تم قطع منحتي المالية في 2018 ديسمبر، والآن نحن عالقون أنا وعائلتي، أنا وزوجتي وثلاث عيال. لم نقدر أن نرجع للوطن بسبب ارتفاع أسعار التذاكر اليمنية الخيالية، ولا نقدر، وبسبب أنه الآن فيزتنا انتهت، البوليس عمل لنا إيزيت بيرميشن يعني خروج نهائي، لذلك معلقين، ما نقدرش أن نجلس في الهند بسبب أننا خريج ولا أقدر أن أمدد إقامتي، وبسبب أن تذاكر الخطوط الجوية اليمنية مرتفعة، تذاكر خيالية بلغت سعر التذكرة 48,000 روبية على الفرد الواحد. ولذلك نحن نناشد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ورئيس الوزراء الدكتور معين، ورئيس وزير الخارجية الأستاذ محمد الحضرمي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي الدكتور باسلامة، ورئيس جامعة الحديدة حسن مطري، بأن يتم إعفاءنا من التذاكر العودة إلى من سعر التذاكر العودة للوطن، وأن يتم إجلاءنا مجانا على حساب الحكومة. لأننا الآن نمر في ظروف قاسية، نحن طلاب الخريجين في الهند نمر في ظروف قاسية بسبب الإغلاق التام للأجواء الهندية، ولذلك نحن نناشدكم جميعا أن تقفوا إلى جانبنا وأن تجرونا مجانا على حساب الدولة. صبرنا الكثير، صبرنا الكثير يا حكومة، يا حكومة الأعراف صبرنا الكثير، والله العظيم العيشة صعبة جدا، ما فيش مع الناس فلوس، ما فيش مع الناس يعني حتى قوت يومهم، فين نروحوا؟ الحالة المادية صعبة، الحالة الصحية صعبة، ما فيش علاجات، ما فيش، حتى لو كان الآن يفتحوا المستشفيات ما عندناش فلوس عشان نروح نتعالج. إلى متى هذا الكلام؟ فرحونا وقالوا لنا الأردن أول، طبعاً الله أعلم سمعنا كلام أنه الأردن نقلوا الممثلين والتجار وأصحاب المؤسسات عشان إيش؟ عيال الكبار. إذا مشاهدينا اختصر هؤلاء أوضاعهم المأساوية والصعبة. نستقبل أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا من القاهرة حمادي الغير، ربما هو أحد العالقين هناك. مرحبا بك حمادي. مرحبا بكم. أهلا بك أخي، أنت أحد العالقين في القاهرة؟ نعم نعم. حدثنا عن وضعك، كم لك عالق في القاهرة وكيف هي أوضاع العالقين هناك؟ والله لنا عالقين ثلاثة أشهر. أوضاع العالقين هنا لا تسر لا حبيب ولا عدو، أصبح العالق يعني أكثر العالقين الآن أصبحوا مطاردين من الشباك، لا سكن لا مأكل لا مشرب.
الحكومة خلال هذا الفترة طلاب الأشهر المفروض أنها كانت تعمل حلول عاجلة، إذا ما قدرت تعمل على إجلاء العالقين إلى أرض الوطن كانت تعمل حلول عاجلة، تستأجر شقق، تطرح مواطنيها في شقق، يعني مش عاجزة الدولة. الدولة إذا عجزت الدولة المواطن إيش بيكون مصيره؟ دولة تعجز عن مواطنيها هذه مش دولة. الدولة المفروض كانت تشوف حلول عاجلة. الآن يعني سكن يستأجروا عماير ويطرحوا اليمنيين في عماير في شقق، يجيبوا لهم مواد غذائية، إغاثة، لم يحدث أي من ذلك. إغاثة في رمضان وربنا لك الحمد. لم يحدث أي من ذلك حمادي، لأن كان هنالك بعض الأخبار ربما في الأيام السابقة أنه تم صرف مبالغ مالية للعالقين في مصر والأردن وبعض الدول، ما صحة ذلك؟ من لا لا لم نستلم أي دولار واحد أو جنيه أو ريال واحد من الحكومة. معه شلات غذائية وزعوهم في رمضان، أعتقد السلة بيطلع قيمتها من 150 إلى 200 جنيه. هذه اللي وزعت من لجنة الإغاثة، وهي من التجار، هي من التجار، جمعوا من التجار ليتها من الحكومة. قالوا احنا اللي سمعنا اني من التجار من رجال الأعمال، بارك الله فيهم، ساعدوا مع اليمنيين العالقين. أما مبالغ لم تصرف أي مبالغ، سمعنا أول رمضان صرفت مبالغ من جمعية الصالحة لم توصل للعشرات، صرفت للمغربين منهم فقط عدد محدودة وتوقف الصرف. أما العالقين لم يستلموا ريال واحد ولا جنيه واحد ولا دولار واحد. نعم حمادي، الآن هنالك أحدث أخبار تتحدث اليوم أن اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية بدأت بتنفيذ الخطة التي صرحت عليها منذ ربما شهور بإجلاء العالقين من كافة دول العالم. هل تم التواصل معكم؟ هل تم إبلاغكم بموعد مثلا للإجلاء؟ تم إبلاغنا من مكتب اليمنية في القاهرة. أنا بالنسبة لي وصلتني رسالة من مكتب اليمنية أنه خلال الأسبوع القادم هيبدأ الرحلات من يوم الثلاثاء يوم 9/6. أول رحلة هتكون القاهرة سيئون، وتتليها بعدين الرحلة الباقية القاهرة حدان سيئون، هكذا هتكون ناكلة. ولكن احنا نطلب من الحكومة سرعة الإجلاء وطرح خطة زمنية عاجلة لعودة العالقين وتأمين العالقين حتى وصولهم إلى منازلهم. نعم، يعني خلاص الشرعيه الحكومه تتحمل مواطنيها، مش خلاص تديهم للمطارات ويلا ما لنا دخل بكم. المفروض انها تتحمل مسؤوليتها، تبلغ النقاط، تبلغ حمايه الطرق، حمايه للمعالقين، اصبحوا العالقين خايفين في عودتهم. هذه القبيله توقفهم، هذا المحافظ توقفهم، هذا المحافظ يوقفهم حج، وهذا المحافظ احنا ايش ذنبنا؟ احنا عملنا يعني فحوصات، يعني عمل فحوصات انا في القاهره السي بي ار هذا، يعني مع انه اليمنيين كلهم اللي في القاهره خاليين من مرض فيروس كورونا، هذا من تصريح وزاره الصحه المصريه والسفاره اليمنيه. نعم، ما فيش ولا يمني مصاب بكورونا. نعم، وفوق هذا هنعمل فحوصات. نعم سيد حمادي، هذه نقطة مهمة سأطرحها على الإعلامي في السفارة اليمنية في القاهرة، سيكون معنا إن شاء الله في هذه الحلقة حسب ما تم التنسيق معه. سؤال أخير باختصار حمادي، التذاكر ستكون على حساب الحكومة ولا على حسابكم الشخصي؟ لا، التذاكر احنا بالنسبة لنا اللي ذهبنا علاج، تذاكرنا ذهاب وعودة على حسابنا، معنا حجوزات ذهاب وعودة. بالنسبة للعالقين اللي ما عندهم تذاكر، بعضهم اللي كانوا طلاب هنا دارسين أو مقيمين أو دا يعني جو ترانزيت من دول أخرى للقاهرة واشتروا رجعوا اليمن يرمضوا ويعيدوا، كمل رمضان كمل العيد، هم عيدوا المسؤولين عند أولادهم عند عيالهم، وإحنا جالسين في القاهرة عالقين لليوم. إحنا يعني حصل كثير من العالقين ماتوا هنا في القاهرة، وكثير من العالقين أهاليهم ماتوا في اليمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحد العالقين الحين توفى في صنعاء قبل أيام، وأنا عالق في القاهرة. تعزينا سيد حمادي، إذن شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من السودان، معنا الدكتور سعيد الواحدي. مرحبا بك دكتور سعيد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. نعم دكتور سعيد، أنت أحد العالقين في السودان؟ نعم أنا أحد العالقين في السودان. نعم نعم، هل لديك أي فكرة أو معلومة عن إحصائية عدد اليمنيين العالقين في السودان، وحدثنا أيضا عن أوضاعهم؟ شكرا لكم في البداية قناة بلقيس
ونشكر لكم هذه اللفتة واهتمامكم بالعالقين اليمنيين في السودان. احنا حقيقة لما نلاحظ مثل هذه الالتفاتة من القنوات الإعلامية نبدأ نشعر بالأمل الكبير، نبدأ نثق أن في هناك أناس أو قنوات إعلامية تعلم أن هناك يمنيين موجودين في السودان. بعد غياب الحكومة وبعد يعني نسيان الحكومة اليمنية لرعاياها اليمنيين في السودان، وكأنهم لا يوجدوا يمنيين في السودان للأسف الشديد. والله حال اليمنيين حقيقة العالقين هنا في السودان حال يرثى له، وله نصيب بسيط جدا في الجانب الإعلامي. لو توجد هناك وسائل إعلامية أكثر تتفحص حال وظروف العالقين اليمنيين في السودان لا يعني لتأثرت ولتقطعت القلوب من الألم. اليمنيين في السودان يعانون من ارتفاع الغلاء المعيشي، اليمنيين في السودان يعانوا من ارتفاع الإيجارات، إيجارات البيوت، بل بعضهم خرج من الشقة، يعني طرد من البيت من شقته وأصبح يعني في الشارع، وأيضا ارتفاع إيجارات الفنادق. أضف إلى ذلك الفترة الطويلة هذه لأكثر من شهرين أو ما يقارب 3 أشهر، واليمني العالق هنا في السودان يعني يصرف من جيبه، لا يوجد أحد يلتفت له، لا حكومة ولا غيره، نظرا لظروف البلد هذه الذي نحن نعاني منها جميعا. فحقيقة ظروفنا أو ظروف العالقين بشكل عام هنا في السودان ظروف صعبة جدا، ظروف يعني نفدت الأموال، نفدت الأموال من 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 يعني من من خزائن العالقين، أصبحوا يعني مضطرين جدا إلى أنهم يعودوا إلى بلدهم بأي طريقة وبأي وسيلة. نعم دكتور سعيد، أيضا كان هنالك حديث خلال هذه الأيام، اليوم هنالك تصريح من مكتب اليمنية يتحدث أن الحكومة الشرعية بدأت بعملية الإجلاء لبعض العالقين، ربما بدأوا بالهند. هل تم التواصل معكم أنتم العالقين في السودان؟ نحن سوينا منسقية، وأنا رئيس منسقية العالقين اليمنيين في السودان، ونحن على تواصل أيضا مع اليمنية، ونعرف تماما تفاصيل البروتوكول، وتابعتنا اليوم الأخ مدير اليمنية، ونحن أيضا على تواصل مع مديرة مكتب اليمنية هنا الأستاذة أسماء، يعني نحن متواصلين معهم أولا بأول. لكن للأسف الشديد اليمنية حسب البروتوكول يعني تهتم فقط 3 دول الذي هي الأردن والهند ومصر، فهم لا يعنيهم يعني حسب البروتوكول لا يعنيهم اليمنيين العالقين هنا في السودان. حسب البروتوكول فقط المعني في الشركة الناقلة والطيران هو شركة بلقيس والسعيدة، وقد تواصلنا مع السفارة وأبلغناهم يعني ما سبب هذا التأخير ولماذا هذه المماطلة ولماذا لم يتم الحث مع شركة بلقيس أو شركة السعيدة. الذي وصلتنا أو وردتنا معلومات أن بلقيس اعتذرت من تنفيذ الرحلة، والآن في أمل على أن السعيدة يعني تجاوبت مع طلب السفارة، لكن لا ندري متى الموعد، ولا يوجد لدينا أي مرسوم رسمي يؤكد ذلك. نعم، إذن دكتور سعيد بما أنك رئيس مجلس التنسيق ربما للعالقين في السودان، نتمنى أيضا أن تقوم بطرح نقطة أنه يجب على الحكومة توفير التذاكر لليمنيين مراعاة لظروفهم الصعبة. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد الواحدي، وشكرا لكل الجهود، ونتمنى لكم العودة بالسلامة. شكرا لك دكتور سعيد. مشاهدينا الكرام، هذه المرة معنا من الهند عوض حسين. مرحبا بك عوض، مساء الخير. مساء الخير أختي الكريمة أستاذة أمل، وأشكر قناة بلقيس، قناة كل اليمنيين، القناة التي تهتم بوضع الطالب اليمني. معكم الدكتور عوض حسين، أكملت دراستي للدكتوراه وكنت على وشك السفر إلى وطني الغالي اليمن عبر سلطنة عمان. عوض بس دعني أنوه للمشاهدين أنك من ظهرت في البداية تتحدث مع زوجتك وأطفالك. أكمل عوض، أنت كم مدة التي قضيتها في الهند عالق، وكيف هي أوضاعك، كيف تتدبر أموركم المعيشية؟ نحن هنا عالقون بكل ما تعنيه الكلمه، نحن الان نواجه شبه الجوع وشبه الايجارات، لا يوجد لدينا ما نملك، وبعنا كل ما نملك في سبيل ان نعيش ونبقى على قيد الحياه.
انا عليك تخرجت في ديسمبر 2019 ولي عليك الان مده ما يتجاوز الاربع اشهر. نعم، هل تم التواصل معكم بخصوص بدء تنفيذ الشرعية بخطة الإجلاء؟ نعم تم التواصل بنا، ولكن بطلب وزيادة سعر التذاكر الخطوط الجوية اليمنية لا نقدر أن نملك قيمة التذاكر، حتى ارتفع سعر التذاكر من 28 ألف روبية إلى ما يعادل 48,000 روبية، يعني ما يعادل 500,000 ريال يمني، ونحن لا نملك قيمة هذه التذاكر أنا وعائلتي الخمسة. الآن أنا موفد من جامعة الحديدة، والمفروض على الدولة هي من تتكفل بنقلي، والدولة التي جاءت للدراسة قانونا وبحكم القانون هي من تقوم بعودتي أنا وأسرتي إلى بلدي، وبما أن الدولة تنصلت عن واجبها فإني مجددا أناشد الدولة ونناشد من لديها القدرة من رجال الخير والنظر إلى وطننا للتكفل بسفرنا، فنحن لا نطالب شيء، نحن نطالب بالعودة إلى وطننا لنخدم وطننا. نتمنى أن يصل صوتكم هذه المرة. الوقت في البداية لا يخفى على أحد. لا، ستة أشهر رواتب جامعة الحديدة لم تسلم لحد الآن. سلمت جميع رواتب جامعة الحديدة إلا جامعة الجمهورية اليمنية إلا جامعة الحديدة، لم يسلم الراتب لحد الآن، ستة أشهر لم تسلم الراتب. لذلك نحن وبهذه الظروف المؤلمة لوطننا وبالظروف المؤلمة التي نواجهها نحن هنا في الهند العالقون، نريد أن ونناشد كل الخيرين وكل الجميع النظر إلينا وإلى أسرتي. لا أطلب شيء، أنا كل مطلبي هو توفير تذاكر سفري أنا وأسرتي لنرجع لبلدنا ونخدم بلدنا، لا نريد شيء غير ذلك. ألو، نعم أسمعك عوض. عوض حسين، أتمنى أن يصل صوتك هذه المرة للمسؤولين، أتمنى أن يتم إعادتك وأسرتك إلى اليمن سالمين، أتمنى لكم السلامة. شكرا لك عوض حسين، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا الآن من القاهرة الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية هناك الأستاذ بليغ المخلافي. مرحبا بك سيد بليغ، مساء الخير. اهلا، مساء الخير امل لك والاستاذ المشاهد. اهلا بك سيد بليغ. اذا لعلك استمعت لحديث اليمنيين العالقين في كافه دول العالم والوضع المأساوي والصعب الذي يعيشونه الان. الحكومه تحدثت عن انها ستبدا بتنفيذ خطه الاجلاء، ما هي الاليه؟ كيف يتم ضبط وجدوله اليه هذه الخطه؟ نعم أمل، مساء الخير. أولاً حقيقة يعني أولاً دعينا نفرق أو نوضح من هو العالق. العالق هو الشخص الذي خرج من الوطن لمهمة رسمية أو لعلاج أو لزيارة أو كانت لديه تذاكر عودة خلال الفترة التي تم إيقاف الطيران فيها، وبالتالي هذا هو العالق. من لديهم إقامات في الدول التي يعيشون فيها هذا لا يمكن أن ينطبق عليه وصف العالق. بالنسبة للطلاب المبتعثين، وأنا استمعت إلى حديث الأخ العزيز من جامعة الحديدة الذي يعيش في الهند، الطلبة العالقون لديهم تذاكر عودة هم وعائلاتهم من كل الدول المبتعثين فيها، بشرط أن يكونوا قد أنهوا فترة الابتعاث وتمكنوا من استكمال الشهادة الدراسية التي تبعثوا من أجلها. وبالتالي يجب أن نفرق هنا في من هو العالق وبين من ليس العالق. العالقون الآن هم من خرجوا من الوطن في مهمات مؤقتة، سواء كانت للعلاج أو للزيارة أو للسياحة أو كانت لديهم تذاكر عودة. وضحت الفكرة سيد بليغ، وضحت الفكرة، شكرا لك على التوضيح. أمل، ولكن دعيني أوضح الفكرة. تفضل. لا يمكن الحديث عن توفير تذاكر عودة لمن ليست لديهم تذاكر، هذا أمر مختلف تماما. من أتى لغرض الإقامة وليس لديه تذكرة عودة هذا لا يمكن تسميته عالق. نحن نتحدث الآن عن العالقون الذين يجب، عن العالقين الذين يجب إعادتهم إلى أرض الوطن، وهم الذين خرجوا لظروف مؤقتة وعلى الحكومة إعادتهم في مسألة توفير رحلات طيران. هذا الأمر الآن يتم حسمه وتم حسمه البروتوكول الذي أصدرته الحكومة لتنظيم إعادة العالقين. مسألة ترتيب رحلات العودة
والأمور الفنية، هذه مناطة بشركة الخطوط الجوية اليمنية وهذه شركة خاصة، يجب يعني ننتظر الآن جميعنا ننتظر من الخطوط الجوية اليمنية مسألة ترتيب جداول الرحلات. بالنسبة لنا كسفارات، كسفارات يمنية تمثل الحكومة الشرعية اليمنية، نحن نقوم بالتنسيق مع الجهات في دول الاعتماد لمسألة استخراج تصاريح الطيران، لمسألة إجراء فحوصات البي سي آر والتي تكفلت الحكومة بتقديم ثمنها أو بدفعها سواء للعالقين في مصر أو في الأردن أو في الهند. نعم، وضحت الفكرة ولدي أكثر من تعقيب. بداية على حديثك عن مصطلح العالقين أو غير ذلك، بعيدا عن المصطلحات أستاذ بليغ، نحن في وضع ربما استثنائي، دول العالم كلها قامت بإجلاء رعاياها بغض النظر إن كانوا عالقين إن كانوا مقيمين في هذه الدول. أنت تعلم كيف هو الوضع الاقتصادي بعد جائحة كورونا، الكثير فقدوا أعمالهم، الكثير خسروا أموالهم، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية، ونحن نقدر ونثمن الوضع الصعب الذي تعملون به. وأما النقطة الثانية عن تحديد أسعار التذاكر، هل تم التنسيق مع اليمنية بتحديد أسعار التذاكر لمنع استغلال الوضع ورفعها كما يتحدث الكثير حول العالم برفع أسعار التذاكر ربما 4 أضعاف؟ أمل دعيني أوضح شيء هنا. أولا نحن نتحدث عن أوضاع استثنائية، أوضاع استثنائية تعيشها اليمن ليس من الآن وإنما منذ العام 2015، وبالتالي عندما نتحدث أن الحكومات أجلت رعاياها نحن نتحدث عن أوضاع طبيعية تعيشها هذه الدول. نحن نعيش في أوضاع استثنائية عزيزتي، وبالتالي الحديث الآن عن إعادة العالقين هو حديث عن إعادة من خرجوا من الوطن، وهم من عرفتهم أنا بتوصيف العالقين الذين كان لديهم تذاكر للعودة ومنعتهم ظروف والتفشي وباء كورونا من العودة إلى الوطن. بالنسبة لأسعار التذاكر وارتفاعها الآن، لا يوجد أساسا حديث عن ارتفاع تذاكر الطيران، لأنه وبكل اختصار اليمنية الآن تقوم بإعادة العالقين ممن لديهم تذاكر للعودة، وبالتالي من ليس لديهم تذاكر فهم مقيمون، وهؤلاء لم يتم الحديث عن إعادتهم إلى أرض الوطن. نحن نتحدث الآن والبروتوكول الحكومي يتحدث عن إعادة العالقين الذين تقطعت بهم السبل والذين كان لديهم تذاكر للعودة، باختصار من خرجوا لظروف يعني مؤقتة. نعم، وصلت الفكرة سيد بليغ. عذرني على المقاطعة، ولكن أنا لا أملك وقت، لدي الكثير من الضيوف وهنالك بعض النقاط أحتاج لتوضيح منك حولها. بداية كان أحد المتحدثين تحدث، هل قامت الحكومة بالتنسيق مع الأطراف داخل اليمن للوضع الأمني في النقاط في المحافظات في المنافذ سواء البرية أو البحرية؟ هل هذا سؤال موجه لي أمل؟ نعم. يعني أنا لست إن كان لديك معلومات حول ذلك، إن كان لديك أنا معلومات. أنا لست ناطقا باسم الحكومة حتى أتمكن من الرد على هذا الموضوع. أنا أتحدث، أنا الشر الإعلامي في السفارة اليمنية في القاهرة، وبالتالي أتحدث عن أوضاع العالقين في القاهرة. بالنسبة لما قامت به الحكومة هذا أمر بإمكانكم أن تتصلوا بالناطق الرسمي باسم الحكومة لتوضيحه، لكن أنا ليس لدي معلومات. إن كان سيقوم بالرد علينا بالتأكيد كنا سنفعل، ولكن للأسف لا نلقى تجاوب منهم. لهذا أشكرك سيد بليغ على تفاعلك وعلى ظهورك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك وأتمنى لك كل التوفيق. إذا مشاهدينا الكرام معنا اتصال آخر. نعم مرحبا. هشام الصليحي، مرحبا بك هشام، مساء الخير. اهلا ومرحبا. هشام انت ورحمة الله وبركاته، من اين تحدثني؟ انا اتكلم من الهند اختي. اهلا بك هشام، حدثني انت عالق في الهند او كنت تدرس او كيف هو الوضع معك؟ طيب، بداية اشكر قناة بلقيس عموما ومعدي ومقدمي برنامج المنصة على وجه الخصوص. فانا عالق هشام محمد الصليحي، اتحدث بصفتي وبالنيابة عن كافة الرعاية اليمنيين العالقين في جمهورية الهند من طلبة وباحثين ومرضى. فالطلبة والموفدون على الموفدون إما موفدون على نفقة الدولة، جامعات، تعليم عالي، وزارة الدفاع، وإما طلبة على نفقة أسرهم التي هدت الحرب مسالك أرزاقها.
إضافة إلى فئة المرضى والذين قصدوا الهند لغرض العلاج بعد أن أصبحت اليمن وطن لا يمنح سوى الويلات والدمار. العالقين باختصار هم رعايا يمنيين منهكين أكثر من مرة، الحرب في الداخل والمرض وتكاليف المعيشة والعلاج في الخارج، إضافة إلى إغلاق المطارات وما ترتبت عنه جائحة كورونا. بالنسبة لقضايا العالقين ومعاناتهم، ليست وليدة الجائحة كما قد يشير البعض. دائما هناك عالقين في الهند من قبل كورونا، مثلا العالقين الموفدين من الجامعات الحكومية وجهات حكومية أخرى مضى عليهم العام والعام والنصف منذ أن أنزلت أسماءهم من كشوفات المستحقات المالية من قبل الملحقيات الثقافية، وبوحشية، أقول وبوحشية مضمونها الابتزاز، ليترك حال الموفد لسه ما دون تحسب لعواقب ما ستؤول إليه أحوالهم من تكاليف حياة، سكن وأكل وشرب وغير ذلك، إضافة إلى مطلوبات أخرى قد يتحمل عبها الطالب، مثلا تفرض عليهم الجهات المختصة هنا في سياق استخراج وثائقهم وتعميدها رسوم إضافية. وإذا كانت الملحقيات الثقافية قد نجحت وتفوقت في إسقاط أسماء وتنزيل المستحقات وبرعاية آثمة من وزارة التعليم العالي، فإن الكل يفشل في ترتيب أوضاع الموفدين ومنحهم تذاكر وتكاليف العودة إلى اليمن بما تبقى من كرامة. هؤلاء الموفدين، إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا لم تكن إلا بلاء إضافي أدخن من رصيد معاناتهم. اليوم وإن بدأت الهتافات واليافطات التي تحاول من خلالها الحكومة اليمنية أو حكومة أولئك ما قد أسميهم المعطوبون تحت أقبية الشرعية المحتجزة في الرياض، والتي من خلالها يروجون لأنفسهم تحت مسميات عدة، والتي منها اللجنة العليا للطوارئ، أسألهم سؤالا: ما الذي قدمتموه للعالقين اليمنيين في الهند؟ طبعا الجواب واضح وتزدحم به كل الصحف والمواقع، بيقولون بين قوسين طيران اليمنية، إضافة إلى 300 دولار إضافية لسعر التذكرة المعتاد. طبعا سعر التذكرة المعتاد هو 400 دولار، مع إضافة سعر إضافي 300 دولار تصفرنا على ما يقارب 700 دولار أمريكي. طبعا الكلام هذا أنا سمعت الأخ ضيفك العزيز السيد المسؤول الإعلامي لسفارة القاهرة، لسفارة الجمهورية اليمنية في مصر، يتحدث على أنه لم يسمع بعد. طبعا أنا مصدري هو القنصل اليمني في مومباي يحيى غوبر، وتحدث بهذا الخصوص واستنكر هذه الإضافة أيضا. نعم، أتمنى أن يكون السيد بليغ ما زال يستمع للحلقة ويستمع لحديثك. فإذا كان الموفد، أنا أعطيك موفد على سبيل المثال، انقطعت بالمستحقات، يتحدث بالأمس أو قبل أيام الأخ يحيى غوبر من القنصل اليمني في مومباي على أن هناك طلبة انقطعت مستحقاتهم المالية في شهر 9/2019، بمعنى قرابة العام بدون تذاكر عودة، والتي تتحمل وزارة التعليم العالي والحكومة اليمنية مسألة عودتهم. هذا واجب وطني، لأنهم خرجوا على حساب الحكومة، هؤلاء متفوقون دفعت بهم الحكومات لدراسات عليا، فكيف لهم ألا يحصلون على تذاكر مجانية، وكيف لنا ألا نحسبهم في عدد العالقين؟ الموفد لم يستطع توفير مبلغ ما يسمى 400 دولار، يعني هو ما يسمى السعر الاعتيادي، ويستمر هنا عالق لمدة قد تتراوح العام والنصف، فكيف له أن يتحمل أعباء إضافية إلى هذه الأعباء؟ نعم، إذن يعني ما هو الفرق الذي حملته لنا الحكومة اليمنية ورحلات الإجلاء؟ لا شيء أكثر من الخيبة وفقدان الأمل في الإياب. رغم هذا كله، نحن حتى اليوم الحكومة اليمنية طبعا لم تبدأ رحلات إجلاءها، قبل ساعات تم الإعلان بأن رحلات الإجلاء سوف تبدأ ب 12 يونيو وتستمر يعني بواقع رحلة كل يوم بعدد 24 رحلة إلى 17 يونيو. إذا كانت الطيران اليمنية ستبدأ برحلاتها ب 12 يونيو في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الهندية بداية فتح مطاراتها خلال العاشر من هذا الشهر، فأي إجلاء سيكون وأي خصوصية لهذه الرحلات حالة تم فتح المطارات؟ فقط ستكون هناك 300 دولار إضافية لسعر الرحلة، والرحلة معتادة في وقت اعتيادي إذا ما تم الفتح. نحن خرجنا من اليمن خلف أهداف سامية، طلبا للعلم وسعيا وراء حياة بنصيب أقل من الآلام.
حلمنا صناعة نهضة وإحداث تغييرات إيجابية لإيقاف الوطن لأجل الوطن والحلم. وإن كانت حكومة المعطوبين هناك قد فشلت في منحنا رخص وتذاكر الإياب، فلن تسلمنا دفة القيادة ورخص البناء في يوم ما. كما لو أن هذه الحكومة حريصة وحتى النهاية أن يكون الضياع هو مصيرنا والوطن مجرد حلم راكد. ولا نستطيع التخمين بأن الحكومة أبين قوسين حكومة العابثين غير قادرة على الإيفاء بحق التذاكر ومصروفات إياب رعاياها العالقين. طبعا أنا بأجل حكاية المناقشة المصروفات بالنهاية إن شاء الله بتطرق لها. إذا لم يكن أسوة ببقية الدول كما تفضلت في ردك على السيد المسؤول الإعلامي، أسوة ببقية دول العالم، فلا بد على حكومتنا حكومة اليمن أن تعبر عن مسؤوليتها أمام المواطن اليمني، تلك المسؤولية التي تعجز عن التعبير عنها دائما. الحكومة الشرعية تستطيع أن تفرض وجودها بأن وأيضا ردا على قول البعض من المسؤولين أن الحكومة والبلد يعيش بوضع صعب. نتحدث أيضا عن مسؤولية التحالف من كل ذلك، كونه المسؤول الأول عن اليمن والأوضاع اليمن، وأيضا الدول العالم كلها مستعدة لتقديم المساعدة للحكومة اليمنية إن فعلا صدقت النوايا ووجد العمل وتم طلب المساعدة. شكرا جزيلا لك يا دكتور هشام الصليحي، كنت معي من الهند. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر. الاتصال ليس جاهز، نذهب لقراءة بعض التصريحات أو استطلاع بعض التصريحات التي وصلت عبر الواتساب. نتابع. على الحكومة أن تتخذ إجراءاتها بأسرع وقت ممكن، والسكن في السفارة أو نسكن في السفارة. نحن الآن لا نوجد إلا بضعة أنفر، ليس الجميع هنا، ولكن الباقيين يوجد لديهم أسر وعوائل وأطفال، هم الآن مرضى في المستشفى ومرضى في الفنادق. طبعا احنا العالقين مستعدين للحجر الصحي يا أخوة، مستعدين أن يحجرونا في اليمن. للعلم اليمن أخطر من الهند من ناحية المرض، الوباء في اليمن أخطر من الهند، ولكن يا أخوة نريد أن نحافظ على كرامتنا، نريد أن نموت بين أولادنا، نريد أن نموت في بلادنا. اما ان نبقى مشرشحين، يعني صاحب البيت يهددك ان يبيضك، يعني ما عندك ما تصرف على نفسك وعلى ابنائك وعلى المرضى الذي معك. فلذلك الى كل غير على كرامه اليمني، ارجو ان تسارعوا وان تضغطوا على الحكومه وان تضغطوا على كل من يعيد ان نرجع الى بلادنا. يا حكومه، حاله العالقين حاله يرثى لها ويلين لها قلب من لا قلب له. مطلبنا اعادتنا الى الوطن وعدم التساهل والاستهتار بموضوع العالقين. نحن نناشد للمرة الألف، ها نحن في يوم عيد ونحن نقف نناشد ونطالب الحكومة والتحالف العربي بإعادتنا إلى أرض الوطن. قد طفح بنا الكيل. كان المبرر للحكومة اليمنية حرصاً على عدم نقل الوباء إلى اليمن. حسبنا الله ونعم الوكيل، الوباء قد أصبح في اليمن ونحن نريد العودة إلى وطننا بين أهلنا وأسرتنا وجيراننا. وننوه للحكومة، نقول بأنه إذا لم يتم الإقلاع في مدة أقصاها 30 مايو فإننا سنضطر إلى التوجه إلى السفارة والقنصلية والملحقية الثقافية للسكن فيها حتى يتم إقلاعنا. جميع الدول أجلت العالقين عدا الحكومة اليمنية التي تظهر دائما وتناشد العالم وتطلب المساعدة والإغاثة من أجل إعادة العالقين، تطلب وتفتح المطارات للإغاثة ولا تفيد أبناء شعبها، أبناء وطنها الذين يتشردون في الدول جائعين متشردين بلا سكن بلا مأوى بلا أكل بلا شرب. الناس جاءوا إلى الهند من أجل العلاج وحالتهم الآن زادت سوءا يا حكومة. إذن مشاهدينا الكرام، كل ما يطلبه هؤلاء أن يموتوا بكرامة على أرضهم، أعيدهم إلى بلدهم. والعذر الذي كان تتبجح به الحكومة أنها لا تريد أن يدخل الوباء إلى اليمن كونها كانت البلد الأخير التي ربما لم يصلها الوباء، الآن وصل الوباء وأصبح في كل بيت وفي كل شارع. أعيدوا اليمنيين إلى اليمن. شكرا لكل من كان معي ضيف في هذه الحلقة، وشكرا لكم على المتابعة، والشكر لزميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي. في أمان الله.